ونبقى في الضلوعية، لكن من باب الاحتياجات المهمة في القطاع الرياضي، حيث يشكو نادي الضلوعية الذي يضم عدد كبير من اللاعبين وبأكثر من 10 ألعاب من الإهمال الحكومي وقلة التخصيصات المالية. وبين مدربون ولاعبون أن النادي حصل على مراكز متقدمة بعدد من الألعاب وخرج لاعبين متميزين محليا ودوليا، إلا أن الجانب المالي يعيق تطويره، مطالبين وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية التفاتة حقيقية لمواصلة النادي نشاطاته واستقطاب المواهب. الحقيقة نادي الضلوعية يعتمد أكثر من 12 لعبة، كرة القدم الخط الأول وفريق الشباب، ساحة وميدان، إضافة إلى السباحة والركبي وريش الطائرة والعديد من الألعاب اللي يعتمدها نادي الضلوعية. أما بخصوص الدعم المالي، حقيقة الدعم المالي من الوزارة لا يكاد يسد لعبة واحدة، يعني كل الأندية تعرف هذا الشيء وكل الرياضيين يعرفون هذا الشيء، ولكن احنا يعني نمثل منطقة ما نقدر يعني نقف مكتوفي الأيدي وإنه نادينا يبقى نادي خمول وجامد، يعني جاي نشارك بإمكانيات شخصية وديون تتراكم على النادي. يعني احنا ماخذين قبل الدوري هذا مال لعبة الركبي استطعنا أن ننشئ فريق من داخل المنطقة وإمكانيات مادية بسيطة ونشارك في الدوري العراقي الممتاز وأخذنا ثالث على القطر. الآن مثل ما شفت التحضيرات مستمرة لبطولة الجمهورية وراح يكون نادي الضلوعية ممثل المحافظة في بطولة الجمهورية في الدور الممتاز، إضافة إلى المشاركة ببطولة الدور الممتاز. قبل 5 أيام استطعنا أن نحصل على المركز الخامس على القطر بساحة ميدان في سباق الضاحية اللي قام الاتحاد المركزي لألعاب القوى في مدينة الموصل. فريق نادينا الكرة الطائرة مثل ما تعرف أنت كنت مغطى النشاط، صعد إلى دور الدرجة الأولى. حقيقة إحنا كنا تأهيل ممتاز، ولكن لقلة الدعم المالي نزلنا الموسم السابق، رجعنا مرة ثانية، حاليا صعدنا على دور القطر الدرجة الأولى اللي قام في الشهر الرابع في العاصمة بغداد. وأيضا الآن فريق كرة القدم تنتظر اللعبة في مع نادي الدجيل، لدينا 4 نقاط، رابع على المجموعة، وإن شاء الله هو الدوري طويل، إن شاء الله يكون لنا يعني أيضا صوت في كرة القدم. فريق كرة القدم للشباب أيضا صعد للنصف نهائي المحافظة. نطالب المسؤولين ونطالب نعم المطالبة، يعني حقيقة احنا نلاحظ يعني جموع كبيرة من الرياضيين الموجودين بالساحة، وعدسة صلاح الدين وثقت هذا وحركة دؤوبة بجميع الرياضيين بألعاب مختلفة. نعم أيضا أيضا لديكم إضافة لذلك مطالب، يعني مطالبكم يعني نعم احنا عندنا يعني قبل فريق الكيكوشنغاي استطاع أن يمثل نادي الضلوعية خارج القطر بطولتين منفصلتين، يعني بطولة الشرق الأوسط اللي حضرتك غطيت تكريم اللاعبين في وقتها الشهر الرابع الماضي، حصلنا على برونزيات 2، وبطولة الخليج العربي أيضا زجينا لاعبين من نادي الضلوعية لم يحالفهم الحظ ولكن اعتبرت مشاركة نادي الضلوعية. يعني نطالب المسؤولين، مسؤولين المنطقة بالدرجة الأساس وأهالي المنطقة كذلك والناشد من مسؤولين صلاح الدين ومحافظ صلاح الدين يعني على دعم هذا النشاطات النادي، لأنه نادي من الأندية المتقدمة في المحافظة. يعني لاعب يجيب إنجاز ما يلقى أحد يكرمه، لا مسؤول محلي ولا يعني شوية يحزم أنفسنا أنه تريد هذه الإنجازات أحد يقدم لك فد شيء معنوي، هم من المعنوي مفقود. رحب ترحيب خاص بقناة صلاح الدين، بارك الله بكم، نشكر جهودكم على دعمكم لنادي الضلوعية. نادي الضلوعية يخوض دور الدرجة الثانية بالمحافظة، نادي جيد، مشاركات عدة مشاركات عنده نادي الضلوعية بلاعبين الضلوعية، يعني مطعم قسم لاعبين من المناطق المجاورة. نادينا حاله حال الأندية اللي موجودة بصلاح الدين، نادينا ينافس، عنده شخصية البطل، لاعبين على مستوى عالي، لاعبين مستوى عالي على قياس محافظة صلاح الدين، ومتوجهين ان شاء الله بعد باشر عندنا لعبه ويا نادي الدجيل راح تكون اعلى من معنويات اضافيه بالنسبه للاعبين انه تكون تقول نادي متميز ولاعبين متميزين. هذه ايضا رساله طيبه ومطمئنه لشباب الضلوعيه والمتابعين الكره في الضلوعيه انه يكون نادي الضلوعيه متميز ولاعبين متميزين. لديكم مشاركات مستقبليه فيما يخص الكره العراقيه وكره الضلوعيه؟ ان شاء الله اي، احنا هسه عن لاعبين دوري على تاهيل على الدرجه الاولى، ان شاء الله نادي الضلوعيه راح ينافس ويكون من الانديه بالمقدمه، ونطمن جماهير نادي الضلوعيه ان شاء الله راح يشوفون نادي الضلوعيه بالصوره اللي تليق باسم الضلوعيه كمدينه.
صراحة احنا نادي الضلوعية نعاني من الدعم المالي، وعندنا فريق الكيكوشينغاي شارك في بطولة المحافظة، بطولة محافظة صلاح الدين، وحصل على المركز الأول فرقيا، وشارك لاعبين المتقدمين في بطولة العراق وأحرزوا ميداليات برونزية وفضية على مستوى بطولة العراق، وأيضا شارك فريق نادي الضلوعية في بطولة الشرق الأوسط المقامة في إيران، وحصل اللاعب إبراهيم محمد نجم على المركز الثالث، واللاعب هيثم عبد الخضير على المركز الثالث، وشارك أيضا اللاعب إبراهيم محمد نجم في البطولة العربية في السعودية وتأهل إلى النهائيات، وكل هذا بدعم بسيط من النادي، والنادي لا يمتلك الدعم الكافي للفريق حتى نصل، يعني خامات موجودة، لاعبين موجودين، لكن دعم كلش قليل. لعبة الركبية حديث الولادة على المحافظة، حديثة الولادة على المحافظة، وعندنا إنجازات. العام الماضي أخذنا برونزية على العراق، ثالث على العراق. السنة إن شاء الله نادي الضلوعية سيدخل بكل قوة بكل حماسة، عندنا كاملة تأهيلات، فقط نطالب بالدعم المالي، دعم المالي سيء درجة. لحد هذه اللحظة احنا كلنا من النفق الخاص من جوبنا، والحمد لله إن شاء الله نستبشر بخير. مطالب ومناشدات مجملها يكمن بالدعم المادي للأنشطة الرياضية في الضلوعية. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، الضلوعية.